السلام عليكم. جماعة الحوثي في اليمن بدأت بالاستعداد لتوجيه ضربات استراتيجية على القواعد العسكرية المحيطة باليمن. التفاصيل هذه المرة كانت قد نشرت من قبل شيبا انتليجنس البريطاني في الأيام القليلة الماضية عن مصادر مطلعة. هذا المصدر تحدث ببساطة بأن كان هنالك اجتماعا مهما لأبرز القادة في جماعة الحوثي من وزير الدفاع من رئيس الأركان وغيرهم من القادة في صنعاء في فجعة الطان. اتخذوا قرارا من خلال هذا الاجتماع الذي عقد مؤخرا بأنهم سيقومون باستهداف المستودع الرئيسي في إحدى القواعد العسكرية الموجودة في إريتريا، لأن هذا المستودع هو مسؤول عن كل الدعم والإمداد اللوجستي لحلف حارس الازدهار من المدمرات والفرقاطات الأمريكية وكذلك البريطانية. وبالتالي هذه مسألة استراتيجية مهمة بالنسبة لهذا الحلف، وهذه المعلومة توضح بأن عملية الإمداد لحلف حارس الازدهار هي تأتي عن طريق الطائرات على الأقل الأمريكية أو حتى البريطانية إلى إريتريا، إلى هذا المستودع تحديدا الذي تتحدث عنه هذه المصادر، ومن ثم يأتي الدعم مباشرة إلى كل ما تحتاجه هذه المدمرات وكذلك الإمكانيات البحرية التي وضعت في البحر الأحمر وفي خليج عدن. بالتالي هذه الجماعة الذي تبحث عنه الآن هو توجيه ضربة مباشرة لهذا المستودع تحديدا وتدميره، وهذا من أجل قطع كل هذه الإمدادات اللوجستية التي تأتي باتجاه حلف حارس الازدهار، لجعل المهمة على حلف حارس الازدهار صعبة للغاية في مواجهة جماعة الحوثي، مستغلين مغادرة حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة USS دوايت آيزنهاور. غادرت المنطقة بالكامل منذ 10 أبريل الماضي، وأصبحت هذه المنطقة خالية من حاملات الطائرات، وبالتالي هذا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أصبحت محدودة من ناحية القدرات الهجومية على جماعة الحوثي وأصبحت أكثر دفاعية. وجماعة الحوثي هنا إذن يبحثون عن استغلال هذه المسألة، محاولة إضعاف الحلف بشكل عام وتقوية قدراته في هجماتهم باتجاه البحر الأحمر وخليج عدن، وجعل هذه الهجمات أكثر فاعلية وخاصة في استهداف السفن بشكل عام، إن كانت الإسرائيلية وغير الإسرائيلية التي تمر عبر مضيق باب المندب. وكذلك يجب أن ننتبه هنا، السؤال الأهم الذي يطرح: من أين يا ترى وما هي هذه القاعدة العسكرية الموجودة في إريتريا؟ في بادئ الأمر أن ليست هنالك أي قاعدة أمريكية في إريتريا، كذلك أن القاعدة الإماراتية العسكرية في إريتريا تم تفكيكها منذ عام 2021، وليست هنالك إلا قاعدة واحدة ألا وهي القاعدة الإسرائيلية الموجودة في مجموعة الجزر الإريترية ألا وهي أرخبيل دهلك. وبالتالي قاعدة دهلك الإسرائيلية هي الوحيدة الموجودة في هذه المنطقة، كذلك أن هنالك برجا للمراقبة موجود في مرتفعات إمباسوارا كذلك في إريتريا، وهذا يوضح بأن الجانب الإسرائيلي يمتلك بنى تحتية عسكرية مميزة في إريتريا والجانب الإسرائيلي، وقد تكون القاعدة العسكرية والمستودع الرئيسي الذي تتحدث عنه جماعة الحوثي أو هذه المصادر تحديدا هي في هذه القاعدة الإسرائيلية، خاصة وأن حلف حارس الازدهار مهم جدا بالنسبة لإسرائيل. نعم، هو من أجل تأمين الملاحة العالمية ومن أجل منع جماعة الحوثي من ابقاء الحصار مفروضا على مضيق باب المندب والتأثيرات التي طبعا تؤثر بشكل كبير على المنطقة بأكملها، منطقة الشرق الأوسط أو أوروبا أو غيرها أو أسعار النفط، ولكن أيضا في نفس الوقت أنها مسألة مهمة بالنسبة للجانب الإسرائيلي، لأن حلف حارس الازدهار يواجه جماعة الحوثي التي تقوم بمهاجمتهم طبعا بشكل مستمر على مستوى السفن أو التأثيرات التي انعكست على إيلات، وبالتالي بالنسبة لإسرائيل ممكن جدا أن تكون هي التي تلعب هذا الدور، وأن المستودع موجود في هذه القاعدة. وأساسا جماعة الحوثي انتقدت كثيرا منذ بداية الأزمة في قطاع غزة وتصعيدهم منذ نوفمبر من العام الماضي حتى يومنا هذا، انتقدت هذه الجماعة بسبب أنها لم تستهدف هذه القاعدة. الكثير من الكلام كان قد طرح حول هذه المسألة، وبالتالي يبدو بأن الوقت قد حان لهذه الجماعة لكي تحقق مثل هذا الاستهداف وتصعد بشكل خطير. كذلك أن شيبا انتليجنس ذكرت بأن هنالك أيضا كان اجتماعا، ولكن هذه المرة الاجتماع لا يتواجد فيه فقط قادة جماعة الحوثي، لا أبدا، بل أن هنالك مستشارين من الحرس الثوري الإيراني كانوا موجودين في هذا الاجتماع، واتخذوا قرارا أيضا أن يكون هنالك إعلانا بأن جماعة الحوثي أصبحت الآن تمتلك صواريخا أكثر تطورا أكثر تقدما، ممكن أن تصل إلى مديات أبعد، هي أسرع وذات قدرات
انفجارية أعلى، لكي يوضح هذا بأن جماعة الحوثي ليست تحت الضغط وهي تستطيع وممكن لها أن تصل وأن تطور قدراتها العسكرية أو قدراتها الصاروخية، وبالتالي الضغوط لا تؤثر على هذه الجماعة من خلال هذا الإعلان. وطبعا هذه القرارات لهذه الجماعة تأتي في ظل أنها تصعد بشكل غير مسبوق على البحر الأحمر وكذلك على خليج عدن، لا بل أنها وصلت إلى مرحلة أبعد من ذلك. هي بدأت باستهداف الآن المحيط الهندي، وصدق أو لا تصدق بدأت بإصابة السفن في المحيط الهندي، ونتحدث هنا عن سفينة MSC أوراين. هذه السفينة تحدثت عنها جماعة الحوثي في 24 ساعة الماضية، قالوا بأنهم استهدفوها في 29 أبريل في المحيط الهندي، ولكن لم تكن هنالك تأكيدات ما إذا كان هنالك فعلا إصابة لهذه السفينة أو لا. لكن جاءت ليست وقد أكدت بأن هذه السفينة قد تعرضت فعلا إلى أضرار، وبأنها ضربت، وبأنهم وجدوا حطاما لطائرة مسيرة هي التي قامت بمهاجمة هذه السفينة وضربها. وهذه السفينة لو نلاحظ بأنها كانت تتحرك بهذا الشكل في المحيط الهندي، لاحظ هذه هي اليمن وهذا هو خليج عدن وهنا طبعا البحر الأحمر، وبالتالي الجماعة هي بدأت بتحقيق هجماتها بهذا الشكل، وهذا أول تأكيد من مصدر حقيقي غير جماعة الحوثي مثل لويدز ليست الذي رأيناه الآن ليؤكد بأن هنالك استهدافا ووصولا لهذه السفينة بهذا الشكل، وأن عملية الاستهداف كانت هنا في هذه النقطة بالقرب من القرن الأفريقي. ومن أكد هذه المسألة هي هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية، هي التي أكدت موقع الإصابة وأكدت أن هذه السفينة قد أصيبت هنا في هذه المنطقة. وهذا يعني أن المسافة التي قطعتها طائرات المسيرة أو الطائرة المسيرة التي حققت هذا الاستهداف تقريبا أكثر من 1200 كيلومتر لكي تحقق هذه الضربة للمرة الأولى على الإطلاق في المحيط الهندي. وهذا يوضح أن هذه الجماعة وسعت من عملية الاستهدافات بشكل غير مسبوق في هذه المنطقة. وهذه السفينة طبعا أيضا كانت هنالك لقطات قد نشرت لطبيعة الاستهدافات بالطائرات المسيرة، ولاحظ هنا هم نشروا صورة لطائرة مسيرة تستهدف إحدى السفن ألا وهي السي كلايد التي قامت بمهاجمة هذه السفينة في البحر الأحمر. طبعا وضحوا كيف أن الطائرة اقتربت واقتربت واقتربت وضربت هذه السفينة في نهاية المطاف، لم يعترض أي صاروخ أو أي رشاش مدفعي هذه الطائرة المسيرة. ونلاحظ أن الاستهداف جاء بهذه المنطقة، لم يستهدف الحمولة أو أي شيء من هذا القبيل، بل أن الهدف كانت هذه المنطقة منصة الربان تقريبا، ويطلقون عليها البريدج أو الجسر الذي يأتي خلف هذه المنصة. وهذه المنصة طبعا هي منصة مهمة، هي لقيادة طبعا الربان والسفينة، وبالتالي ممكن أن يكون هنالك أكثر من شخص موجودا في هذه المنصة. وهذه ببساطة وهو يعني بأن جماعة الحوثي لا تبحث عن إغراق السفن، ولكنها تبحث عن قتل الطاقم الموجود في هذه السفينة على الأقل من خلال الاستهداف الذي رأيناه والذي نجح بالنسبة لهذه الجماعة. كذلك أن شيبا انتليجنس أكدت بأن جماعة الحوثي لا زالت تنقل من عمران من حرف سفيان تحديدا، لا زالت تنقل الصواريخ البالستية الخاصة بها إلى صعدة، وكذلك تنقل صواريخها من عمران مباشرة إلى الجوف، وهذه تفتح الكثير من الأبواب طبعا بالنسبة لنا. نحن نلاحظ هنا الجماعة هذا يعني بنقلهم لهذه الصواريخ بأنهم يهيئون لهجمات مستقبلية باتجاه إسرائيل بالصواريخ البالستية الخاصة بهم، كذلك هذا يعني بأنهم يستعدون أيضا لاستهدافات ممكن أن يقوموا بإغراق السفن في الفترة القادمة. والمدمرات الأمريكية والبريطانية هي دائما تحت الخطر، ولكن سبق لهم وأن تمكنوا بإغراق إحدى السفن البريطانية في خليج عدن، وبالتالي هذا الأمر ممكن ووارد جدا بالنسبة لهم. لكن هذا أيضا يعني مثل هذا التحشيد لهذه الصواريخ يفتح الباب وباب الخطر باتجاه المملكة العربية السعودية، إن ما ازدادت الأمور سوءا في المستقبل، إن ما ذهبت على سبيل المثال المملكة العربية السعودية إلى علاقة مع إسرائيل بعد انتهاء الأزمة في قطاع غزة، تنزعج إيران وبعد ذلك تأتي جماعة الحوثي لتهدد المملكة العربية السعودية بمثل هذه الصواريخ. وأيضا في نفس الوقت
عندما توضع مثل هذه الصواريخ البالستية في الجو فإن هذا الأمر يهدد دول الخليج العربي، وسبق لهذه المنطقة أن استخدمت في إطلاق الصواريخ باتجاه الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال، وشهدنا ردة فعل أساسا من الطائرات الإماراتية أيضا من أجل ضرب هذه المنطقة سابقا عندما ازداد الصراع مع جماعة الحوثي. ولكن الأمر الذي أشارت له شيبا انتليجنس هنا بأن التصعيد داخلي وبأن جماعة الحوثي تخطط للتصعيد في الجبهات الداخلية، وهذا يعني بأن هنالك رغبة لضرب الحكومة الشرعية تحديدا الموجودة في الجوف، وقد يكون لضرب أيضا بعض النقاط الذي أو التي تتواجد فيها الحكومة الشرعية لزيادة سيطرتهم على البحر الأحمر وفي محافظة حجة كذلك. وهنالك عمليات تدريب ومناورات مستمرة في منطقة مأرب تحديدا، منطقة الصراع الكبيرة، وأن هنالك مناورات عسكرية تمت في 48 ساعة الماضية بالنسبة لجماعة الحوثي في هذه النقطة تحديدا، وكانوا قد نشروا لقطات المناورات العسكرية والحربية الخاصة بهم. تلاحظ أن المناورات بالدبابات، بالمدفعية، بالصواريخ، بالطائرات المسيرة، هم يستعدون لحرب. هذه المناورات ليست بالعادية، مناورات كبيرة على مرتفعات بسيطة وفي مأرب تحديدا كما تحدثت هذه الجماعة، ولكن ليس معروفا ولم يحددوا هذا الموقع. وهذه اللقطة نوعا ما تعطيك فرصة لكي تعرف أين هذه المناورات، لكي نتأكد ما إذا هي في مأرب فعلا وبأي نقطة تحديدا وكم تبعد عن مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. ستلاحظ هنا أولا بأننا أمام تربة باللون الرمادي كما نلاحظ مميزة، كذلك أن هنالك طريقا يأتي بهذا الشكل المميز، وأيضا هنا مجموعة نوعا ما من الأشواك التي تعطي هذا الخط لنا، وهذه مرتفعات واضحة أيضا بلون التربة الرمادي نوعا ما. وبالتالي هذه إذا ما اعتمدنا على هذه العلامات البسيطة واتجهنا إلى القمر الصناعي بسرعة إلى مأرب، هذه هي مأرب هنا وسيطرة الحكومة الشرعية، المنطقة المتطابقة مع الصورة التي رأيناها تأتي هنا في داخل مأرب، بين مأرب وبين صنعاء وتحديدا بهذا الاتجاه. دعونا نقترب من هذه النقطة وسترى بأن كل شيء متطابق مع الصورة التي رأيناها قبل قليل، نفس التربة التي رأيناها بهذه الطريقة، وأيضا سنلاحظ أن هذين الطريقين المميزين أيضا كانت واضحة لنا، وهذه هي تقريبا مجموعة الأشواك، وهذه هي المرتفعات التي ضربت أيضا بتربتها الرمادية، مما يؤكد أن عملية التمارين الحية وكذلك المناورات الحية البرية الخاصة بجماعة الحوثي تجري في هذه المنطقة، وهذه المنطقة لا تبعد عن منطقة سيطرة الحكومة الشرعية إلا مسافة ما يقارب 50 كيلومترا فقط، وعلى المستوى التضاريسي هي مسألة متطابقة تماما، وبالتالي يبدو بأن هذه الجماعة فعلا تهيئ للتصعيد على مستوى الجبهات الداخلية كما تتحدث شيبا انتليجنس. ومن خلال هذه التفاصيل نلاحظ أن الجماعة مستعدة للتصعيد داخليا خارجيا في المياه الإقليمية، وممكن أن تتصاعد بشكل أكبر إذا ما بدأت إسرائيل بالتقدم فعلا باتجاه رفح. والولايات المتحدة الأمريكية والمسؤولين الأمريكيين بحسب موقع أكسيوس اليوم تحدثوا بشكل واضح بأن البيت الأبيض يعلم تماما أن أي اتفاق في قطاع غزة سيوقف الهجمات لجماعة الحوثي، كذلك ما يجري بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، وسيؤدي هذا الأمر إلى هدوء مهم، وهذا ما تبحث عنه الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن الأمور تسير عكس ذلك. حركة الجهاد الإسلامي على سبيل المثال قالت بأن المعركة لن تنتهي إلا بوقف العدوان وانسحاب الاحتلال من غزة، وهذا يوضح بأنهم رافضين تماما أي اتفاق قادم من إسرائيل، لأن الاتفاق الإسرائيلي يبحث عن 40 يوما لإيقاف إطلاق النار مقابل إطلاق 33 من الرهائن الإسرائيليين الموجودين في داخل قطاع غزة مقابل عددا جيدا من الأسرى الفلسطينيين القابعين طبعا في السجون الإسرائيلية. بالنسبة لحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي تريد انسحاب إسرائيل تماما من غزة مع هذا الاتفاق، وبنيامين نتنياهو اليوم أبلغ أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي بأن إسرائيل لن تقبل بأي اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إيقاف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية. بالتالي ليس هنالك أي طريق أبدا على ما يبدو حتى هذه اللحظة لأي اتفاق
في رفح أو في قطاع غزة، وبدأت فعلا القوات الإسرائيلية بالاستعداد لاجتياح رفح. هنا نرى بأننا أمام الفرقة المظلية 98 وكذلك الفرقة المدرعة 162 بدأت باستعداداتها النهائية. تمت المصادقة على الخطط للتقدم باتجاه رفح، وهذه المعركة ممكن أن تصعد كل شيء. ممكن أن نرى الحوثي يصعد في كل المناطق، وكذلك ممكن أن نرى شيئا كبيرا قادما من حزب الله اللبناني مع هذه الاستعدادات الكبيرة. لاحظ أعداد كبيرة لهذه الفرق المظلية وكذلك المدرعة، والأهم من ذلك أن الإدارة الأمريكية غير قادرة على الوقوف بوجه إسرائيل إذا ما بدأت بالتقدم باتجاه رفح. لاحظ هنا بأن استطلاعات الرأي الأمريكية هارفارد كابس هاريس على سبيل المثال اليوم أو في الأيام القليلة الماضية نشروا استطلاعا للرأي للمواطنين الأمريكيين، ووجدوا بأن المواطنين الأمريكيين 72 منهم هم داعمين لإسرائيل أن تتقدم إلى رفح. وكذلك هنا الغالبية العظمى 78 من الأمريكيين لا يريدون حركة حماس أن تستمر في إدارة قطاع غزة أبدا، لكنهم اختلفوا حول مسألة من يدير قطاع غزة ما بعد حركة حماس. 35% يقولون إسرائيل، 35% يعتقدون أن تكون هنالك سلطة فلسطينية غير السلطة الفلسطينية المعروفة في الضفة الغربية، و30% يعتقدون أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية هي التي يجب أن تدير قطاع غزة في نهاية المطاف. والأهم من ذلك أن أغلب الأمريكيين 75% منهم يعتقدون أن إيران هي التي دفعت حركة حماس للسابع من أكتوبر وهذا التصعيد، وهي التي دفعت حزب الله اللبناني وهي ليست قرارات مستقلة. وكذلك أيضا 69% منهم من الأمريكيين يعتقدون بأن إيران هي السبب في التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وليست إسرائيل، وهذه تعتبر مهمة بالنسبة للإدارة الأمريكية لأننا نتحدث عن استطلاعات رأي ونحن قريبون جدا من الانتخابات الأمريكية في نوفمبر القادم، والإدارة الأمريكية تأخذ بعين الاعتبار مثل هذه الاستطلاعات للرأي من أجل دعم إسرائيل في التقدم باتجاه رفح، وبالتالي الأمور يبدو بأنها متجهة للتصعيد.